على غرار استخدامته الغذائية، يعتبر زيت الحلبة الطبيعي من أهم الزيوت التي تستخدم لأغراض طبية وتجميلية بفضل تركيبته الغنية بمركبات دهنية صحية فعالة مثل حمتراغولينين والصابونين ومضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن، وهي عناصر يحتاجها جسم الإنسان حتى يحافظ على صحته وشبابه. وفي هذا الفيديو سوف نتطرق إلى أهم فوائد هذا الزيت صحيا وتجميليا. كما ننصح لكل من ترغب في الحصول على نتائج مرضية وفعالة وفي وقت قياسي أن تنتبه إلى جودة الزيت، بحيث يجب أن يكون أصلي وذو جودة عالية. فالسوق مليء بالزيوت المغشوشة، وبالتالي ليس كل عبوة مكتوب عليها زيت الحلبة فهي صالحة للاستهلاك أو العلاج، وخاصة التي تباع عند العطارين. يساعد زيت الحلبة على تكبير الصدر عند النساء بفضل احتوائه على نسب هامة من الاستروجين التي تحفز هرمون البرولاكتين وعموم الهرمونات الأنثوية التي تزيد من حجم الصدر بصفة تدريجية، ويمكن استعماله عبر تدليك منطقة الصدر كاملة بشكل دائري حوالي 15 دقيقة بمعدل 3 مرات في اليوم ولمدة لا تقل عن شهر. كما ينصح به كذلك لتكبير الأرداف لمن ترغب في تسمين تلك المنطقة. يساعد زيت الحلبة على تسمين الوجه بفضل ما يحتويه من عناصر أساسية للعناية بصحة البشرة وحيويتها مثل الفيتامينات وبروتين الكولاجين الذي يعد المكون الأساسي للأنسجة الليفية الموجودة في الجلد والذي تشد البشرة وتملأ الجيوب الفارغة. كما تساعد مادة الكولاجين كذلك على استبدال الخلايا الميتة لتمنع ارتخاء الجلد وتحافظ على قوته وتزيده مرونة، كما تمنع تكون خطوط التجاعيد وتقي من الشيخوخة المبكرة. يساعد زيت الحلبة على علاج مشكلة الضعف الجنسي لدى الجنسين بفضل مكوناته الأساسية التي تحفز القدرة الجنسية لدى الرجال لتحسن من كفاءة الهرمونات المسؤولة عن التخصيب، كما أنه يقاوم البرود الجنسي لدى النساء وينشط الرحم ويثير المبايض. يعالج زيت الحلبة مشكلة النحافة، فهو فاتح للشهية بشكل طبيعي مما يساعد على الزيادة في الوزن بشكل تدريجي، حيث يمكن إضافة ملعقة صغيرة من زيت الحلبة إلى كوب من الماء الفاتر قبل كل وجبة بنصف ساعة. زيت الحلبة يساعد على تحسين عملية الهضم لاحتوائه على فيتامين ألف وسي وغيرها من المعادن مثل الحديد والبروتينات والكالسيوم والكربوهيدرات التي تساعد في عملية الهضم، ويعتبر هذا الزيت علاج جيد لمشاكل المعدة مثل الحموضة والإمساك. لهذا يمكن استهلاكه بكمية قليلة يوميا مع نظامك الغذائي ليساعد في عملية الهضم وتنظيم حركة الأمعاء. زيت الحلبة مفيد في التحكم في مرض السكري، حيث أنه يزيد من تعصب الجلوكوز، وأيضا يمكن أن يقلل من مستويات السكر في الدم، وهو نفس تأثير أدوية خفض السكر. ولكن تناوله بدون استشارة الطبيب المعالج يمكن أن يؤدي إلى انخفاض شديد بالسكر في الدم، ما قد يؤدي إلى غيبوبة. إذا كنت تعاني من التهاب الشعب الهوائية والتهاب الجيوب الأنفية أو حتى السعال والبرد المشترك، استخدم زيت الحلبة ليساعدك في مثل هذه الأمراض التنفسية والممرات الأنفية والرئتين. وللحصول على الإغاثة يمكنك استنشاق بخار زيت الحلبة ليساعدك على طرد البلغم من الرئتين، ويعالج الجيوب الأنفية والتهاب الشعب الهوائية عن طريق طرد البلغم من جسمك. ببساطة يمكنك أخذ 10 قطرات من زيت الحلبة وإضافته إلى الماء المغلي ثم استنشاق البخار. هذه العملية ستسارع في فتح الممرات الأنفية والمساعدة في التنفس. يعتبر زيت الحلبة من بين الزيوت التي تعتني بصحة وجمال الشعر بفضل ما يحتويه من أحماض مثل حمض نيكوتينيك المعروف كذلك باسم اليانسين وفيتامين B3 وعدد من البروتينات والفيتامينات، وهي كلها مكونات طبيعية تعزز خلايا فروة الرأس وتحفز تدفق الدم، كما تغذي بوصيلات الشعر وتقيها من الفطريات والبكتيريا، مما يساعد على منع تساقط الشعر والوقاية من الصلع، وذلك عبر إطارة الشعر لينمو بشكل طبيعي مما يزيده طولا وكثافة. زيادة على ذلك يحتوي زيت الحلبة على مادة الليسين التي ترطب الشعر الجاف وتمنع تقصف أطرافه. على الرغم من الفوائد الكثيرة والمختلفة لزيت الحلبة، إلا أنه لا ينصح بتناوله من قبل مرضى الأنيميا، وذلك لأنه يقلل من امتصاص الحديد في الجسم، كما يؤثر على حياة الجنين،
وخصوصا عند تناوله في الأشهر الأخيرة من الحملة، بحيث يسبب في زيادة سيلان الدم. لذلك لابد من استشارة الطبيب قبل التوجه إليه كخيار للتخلص أو التخفيف من مرض أو مشكلة صحية معينة. وإلى هنا ينتهي موضوع حلقتنا هذا اليوم، نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.